مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقع. نتوقع سحب ركامية وأمطار في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية من المملكة. أيضا هناك تنبيه من الرياح النشطة والغبار في كثير من الأماكن، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا. أيضا هناك تنبيه من السيول خاصة في جنوب المملكة والمناطق الشرقية من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل المواقع التي سيحدث فيها الهطول. نلاحظ أن هناك هطولا متوقعة وأمطار متوقعة، قد تكون غزيرة أحيانا في المنطقة الشرقية ومنطقة الدمام، وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، وأيضا منطقة الإحساء، قد تمتد تدريجيا لبعض الوقت إلى منطقة الرياض. وبالتالي هناك زخات رعدية متوقعة من الأمطار في هذه الأماكن. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة في الرياض أجواء حارة نسبيا، الصغرى المتوقعة 32 درجة مئوي. والأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الجمعة أجواء حارة، تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة، العظمى المتوقعة في الرياض 41، والأجواء أثناء الليل غائمة جزئيا وحارة نسبيا، الصغرى المتوقعة 32 درجة مئوي. يوم السبت أجواء غائمة جزئيا، وهناك احتمال لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى المتوقعة 40، والأجواء أثناء الليل حارة نسبيا وغائمة جزئيا، والعظمى الصغرى المتوقعة 33 درجة مئوي. يوم الأحد أيضا أجواء غائمة جزئيا وحارة، وأيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر، والعظمى المتوقعة 40، وأثناء الليل أيضا أجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا، واحتمال سقوط زخات رعدية من المطر، والصغرى المتوقعة يوم الأحد بحدود 35 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في الأماكن المختلفة: سكاك 44-30، تبوك 42-28، عرعر 43-29 درجة مئوي. المنطقة الغربية أجواء حارة: المدينة المنورة 44-35، جدة 39-32، مكة المكرمة 43-32، الطائف 33-26 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر على فترات: الباحة 26-20، أبها 29-17، جازان 35-31 درجة مئوي. المنطقة الشرقية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية خاصة في منطقة الدمام والإحساء، الدمام العظمى المتوقعة 37 والصغرى 32، الإحساء 38-32 مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، وحفر الباطن أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، العظمى المتوقعة 45 والصغرى 32 درجة مئوي. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في منطقة الرياض والمنطقة الوسطى، حائل 42-28، بريدة 43-33، الرياض 41-32 درجة مئوي. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، نتمنى للجميع السلامة ونترككم في أمان الله.